ديال انت كرجاوي وفي الظروف الراهنه ديال الرجاء وبالامكانيات الحاليه ديال الرجاء، واش كتشوف بانه يستحسن يكون عندنا مدرب مزيان او لا خاصنا لاعبين في المستوى يكونوا لاعبين مزيانين كبار وهما يغطيو على المدرب، شكون اللي كيبان لك انت افضل؟ تفضل خويا. أرور سيناسيك، تحية لك بعدا ولجميع المشاهدين فرصة اللي سعيدة. كيشاهدونا في هذه اللحظات واللي غادي يعاودوا يشاهدوا الفيديو من اللايف ديالك من بعد. مرحبا خويا. أرور بالنسبة لموضوع الليلة سيناسيك، نعم خويا. هو موضوع غني فيه الكثير ما يقال. مرحبا. المسألة اللي كنناقشوا دابا ديال المدرب وديال اللاعبين، مسألة كتعلق بعدد النقاط اللي كيضيفها سواء المدرب من جهة أو اللاعب من جهة ثانية. أنا ما كنهضرش على النقاط ديال اللقاءات 3 بوان 2 بوان، انا تنهضر على الحصيله الاجماليه ديال اللاعب او الحصيله الاجماليه ديال المدرب، لانه بشكل عام الفريق اللي اول حاجه كيسعى انه يكون في القمه ويحقق القاب خاصو يتوفر من جهه على مدرب ذكي، كنركز على كلمه يكون ذكي، ولاعبين قادرين على تطبيق المنظومه ديال اللاعب ديالو الافكار ديالو على ارضيه الميدان. تماما تماما. اما الى جينا نهضروا على المدربين مثلا اللي تعاقبوا على الرجاء البيضاوي في الحقبه الاخيره، فكنظن ان في البدايه ديال اللايف ديالك تشرتي لهم بما فيه الكفايه، يعني سواء بالنسبه لبرزان دونزارتي او لكارديرون او لغاريتو او لسلامي او للشابي، فانا ما غنعاودش يعني ما غنعاودش انني ندير كوبي كولي للهضره ديالك ونعاود نهضر بنفس المساله اللي هضرتي انت، غير هو على العموم اللي جينا ندير واحد التقييم عام. فانا بالنسبه لي الراي ديالي الشخصي، المدرب اللي كيكون قوي هو اللي كيقدر انه يخلق لك من لا شيء الشيء. وي يعني احنا ملي كنجيو كندوي دابا السيناسي، كي جينا دوينا مثلا على السلامي، السلامي راه الفرق بينه وما بين الشابي هو فقط في طريقة اللعب. يعني السلامي كان شوية ما كيغامرش، أو ملي كيكون رابح كيرجع عاوتاني كيرجع كيرجع كيخاف على النتيجة. صح. الشابي لا، عنده هذه المسألة ديال أنه ولو يماركي ما كيضمنش الماتش، ما كيضمنش الماتش. زائد واحد النقطة مهمة بزاف السيناسيك، مرحبا، فالمدرب اللي كيكون قوي هو اللي كيقدر انه يخرج كاع داكشي اللي عند اللاعب. يعني خصو يكون قريب من اللعابة. وي الا لاحظنا راه بعض اللاعبين اللي مروا نيت في الرجاء البيضاوي فما نجحوش مع مدربين، فاذا بالنجم ديالهم يسطع مع مدربين اخرين. المدرب خصو يكون قريب للعابة، يكون كيتحاور معاهم، الا شي واحد نقص المستوى ديالو او لا باليه مثلا شارد او لا يقدر يكون عنده حتى دي بروبليم بيرسونيل اللي كيعطروا ليه في لونطريمون، داكشي خاصو يكون قريب منهم، يعرف نقاط القوة ديال اللاعبين، فين كيقدر هاد اللاعب يبرز وتبرز المهارات ديالو. بزاف د الحوايج اللي حنا ما كنشوفوهمش، حنا كجمهور كنقيموا اداء اللاعب في الملعب اولا كنقيموا اداء المدرب بالنتائج. الا سمحتي اخويا رحمون، الا سمحتي اخويا رحمون، غير واحد الملاحظه في هذه النقطه اللي دويتي عليها ديال المدرب خصو يكون قريب من اللاعبين، فواحد الملاحظه كتبان لي بانها مهمه جدا في التعامل ديال المدرب مع اللاعبين. فالمدرب اللي كيتعامل مع اللاعب راه عنده جوج حوايج، جوج الاسلحه باش كيتعامل معاه. اول حاجه كيتقرب منه وكيحاول يتصاحب معاه ويعرف مشاكله الذهنيه ومشاكله النفسيه ومشاكله العائليه والستيل دو في ديالو سميتو وكيما تيقولوا ليجيان دو في ديالو والى اخره، ومشاكله التقنيه اشنو خصو واش خصو يخدم. هذه من جهه، هذه وحده، هذا السلاح باش كيتعامل معاه. وكاين السلاح الثاني هو ديال الضره، ما يعرف بالضره، انه اللاعب كيحط ليه في التوش الضره ديالو، متفقين، باش كيحاول يخرج منه لو ماكسيموم ياك. ف هاد العلاقة اللي كتكون ما بين المدرب ما بين اللاعب كتكون واحد العلاقة حساسة، واحد الخيط رفيع والقيوق كيدوز ما بيناتهم، وهو انه المدرب الى عرف يجونغلي ما بين هاد الجوج راه كينجح. الى ما عرفتش، حيت كاين المدرب اللي كيكون صلب قاصح، اش كيدير في العود اللي غيتقرب من اللاعب كيمشي للقضية ديال انه الضرة، ديك الساعة كيشونجيه وكيدخل ليه الاخر، كيدخل ليه داك سو كيفين. اللاعب اش كيدير؟ اللاعب كيحقد على المدرب، اللاعب كيحقد على الفرقه كاع، كيولي يفكر انه ينتقل كاع لفرقه اخرى، تيولي العلاقه ديالو متوتره. وداك التوتر حنا المغاربه معروفه فينا واحد القضيه وكنقولوها بيناتنا، حنا روفيكس، حنا ماشي من داك النوع اللي شويه لارج ديسبري، لا، حنا غير شي واحد كيدير معنا شي حاجه ماشي هذه كنوليو دغيا كنحقدوا عليه.
سو كيفي هذه المساله كتاثر على العلاقه ما بين اللاعب والمدرب، وهذا الشيء كينعكس على الاداء ديال اللاعب. فالمدرب الذكي هو اللي كيعرف يجونغلي ما بين الضره وما بين لو ستيل ديال التقلب من اللاعبين. تفضل خويا كمل. فوالا سي ناسيك، يعني هذه المساله ديال الذكاء انا ركز عليها. الى 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 جينا سي ناسيك مثلا نشوفوا مثلا بالنسبه لسعد الشابي، فهناك نقاط كثيره تحسب لهذا المدرب. اول حاجه ان جميع جماهير الرجاويه لم تلاحظ ان هناك فرق. احنا سي فري كو شريك الرحيم وشريك مالونغو سو سون دي جوور ستار كانوا في الرجاء الى غير ذلك، ولكن راه ما لاحظناش الفرق. نتائج استمرت، نتائج ايجابيه. هنا كتبان لك الكاريزما ديال المدرب. يعني حنا كنقولوا ما جناش اجنحه، ما جناش هذا، وبهاد اللاعبين اللي عنده قدر انه يحقق نتائج بالاقناع ونتائج اللي مده طويله ما بقاش الرجاء كيحققهم. وكاين حاجه اخرى، وكاين حاجه اخرى السي رحمون، هي انه هذه النقطه اللي دويتي عليها ديال ما جبناش اجنحه، تيماركي بالاجنحه، تيماركي بخدمات على الاجنحه. فوالا اخرها اخرها التمريره ديال التمريره ديال الزريده. يلا تفضل. مرحبا. بالنسبه ملي كنولوا ملي كنقولوا كنهضروا على المدرب، فراه ولو يكون ذكي ولو يكون مدرب محنك وتيعرف يتعامل مع اللاعبين، فما نتوقعوش انها تكون نتائج كبيره الا كان عندك الفريق كيف كنقولوا بالدارجه كله مطحطح. يعني ما كاينش ما دير، يعني الا كان عندك فريق ضعيف كله فراك خصك وقت للمدرب، خصك تعطيه سنوات باش يبني لك فريق قادر على يكون تنافسي واللي يمشي مع هذيك منظومه اللاعب ديالو. حنا بالنسبه للرجاء سي فري كو مشى لينا مالونغو، مشى لينا راح مشى لينا رحيمي، ولكن وبانون وبانون ما نساوش وبانون، ولكن واحد الحلقه مهمه في الفريق، في الفريق ابار زنيتي كنهضر، بقاش في الفرقه هي الحافظي. الحافظي مشى الحافظي غتحتاج وقت المدرب. هذا اللاعب لا غيحتاج وقت باش انه يلقى صانع العاب من ديك الطينه. صح راه الحفيظي راه الدور ديالو في الرجاء راه كبير وكبير بزاف. الحفيظي راه ما كاينش خوه، يعني تندوي لك راه تندوي لك في هذه اللائحه اللي استدعى خليل وزيت راه ما كاينش خوه. فالاحرار الور حنا على العموم سي ناسيك، بالنسبه للمدربين اللي تعاقبوا على فريق الرجاء البيضاوي، كل واحد فيهم كانت عنده واحد الفلسفه ديالو. فملي هضرتي على البنزرتي، البنزرتي دائما كيعتمد على اللاعب الجاهز، ولكن ديك الكاريزما اللي عند البنزرتي وديك الشخصيه اللي عنده كانت كتفرض على ان الرجاء تجيب مدرب من هذه الطينه، لان كان فيها لاعبين كبار، كان كيصعب على مدرب، يعني ما نقولوش مبتدئ ولكن مدرب ضعيف الشخصيه، انه يضبط هذيك المجموعه، خصوصا انك تكتي مقبل على كاس العالم الانديه الى غيره. بالنسبه لكارديرون، بالنسبه لكاريدو، بعد كاريدو يعني جا قبل من كارديرون، كاريدو عنده نفس السياسه اللي عند الشابي. متقاربين بيناتهم سبحان الله. وي متقاربين بزاف، يعني كيعرف انه يجيب الالقاب ولو بلاعبين في نظر الجميع انهم متوسطين، تيعرف يخرج منهم داك الشيء اللي ما قدرش يخرجوا منه مدرب اخر. يعني تيخرج احسن ما عنده جوار تيخرج مع المدرب. وهنا كنهضروا على مساله التقارب ديال المدرب وداك الشيء. كارديرون كنظن انه مدرب اللي الرجاء ببساطه جدا نقدر نقول ان ضعنا فيه. ضعنا فيه اولا ما عرفناش نحافظوا عليه، اولا ما عرفتش انا فين كان المشكل، اولا كان شنو هي الاسباب الحقيقيه وراء الذهاب ديالو، لانه كان مدرب حقق في مده وجيزه، حقق القاب مع الرجاء، بنى فريق اللي هو تنافسي وقوي، يعني ما عمرنا سمعنا انه كان مشاكل، كان ضابط المجموعه. فاذا بنا كنسمعوا ان كارديرون مشى، ربما انا تنظن في رايي الشخصي، لان السلامي كان مطلب جماهيري بحكم انه ولد الرجاء الى غير ذلك، كان الناس بزاف كانوا كيتمناو ان السلامي يجي الرجاء الى غير ذلك، وجا. على العموم السلامي فالفتره اللي دوز مع الرجاء، فما غنقولوش بان سلامي كان مدرب ضعيف او لا لا لا، سلامي راه ما نساوش ليه واحد القضيه، انه كان كيعطي فرصه للاعبين الشباب في اللقاءات الكبرى، راه ما عمر شي مدرب دارها ولا زعما يديرها في الرجاء. هما هذو اللي كنشوفوا دابا، راه هو اللي طلعهم، هو اللي عطاهم فرصه، هو اللي عطاهم فرصه مزيان. يعني شكون اللي كان كيظن بان مذكور مثلا غيلعب في الماتش ديال الترجي
وياه عرفت شحال سمع سبان، واش سمع سبان هذاك السلامي على داك على داك الماتش اللي دار مذكور في ستاد دونون، ستاد دونون سمعني عن سبان. طبيعة الحال، لأنك ما يمكنش غادي تزعم بلاعب بحال هذاك في ماتش مهم عصبة الأبطال، وجمهور الرجاء بأنه كان يتوق لعصبة الأبطال وكلشي كيتسنى. وحده مسكين هذاك الهوني، حداه الهوني مسكين، آه عرفتي آه ذاك الماتش اش داري معاه عبد الحميد سهلو، عبد الحميد خطير هذاك أنا الهوني ماشي خطير. فوالا، أنا ماشي من السهل. الشابي دابا أنا تتعجبني الفلسفة ديالو، غادي بواحد الطريقة مزيانة مع الرجاء، ضابط ليكيب ديالو، والمدرب راه تظل دائما اهم حلقه في الفريق. اه وي الا لاحظنا مثلا جدا المقارنه بتشيلسي، وي راه تشيلسي كان بنفس التشكيله وكان فريق الى حد ما عادي في الدوري الانجليزي وي وي لسنوات خلت. وي ملي جا توماس توخيل وي راه حتى واحد ما كان كيرشح تشيلسي انها تفوت الدور الثاني من وي الشامبيونز ليغ. وي 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 يعني وي دابا في ظل هذا المدرب هذا فتشيلسي يقام لها ويقعد وي سيرتو في سيرتو الدوري خويا، الانجليزي. سيرتو خويا رحمونا ذاك اللعاب اللي جاب ذاك الالماني، انا كنموت على ذاك الالماني يا صاحبي، تبارك الله تبارك الله. ذاك الالماني ذاك ها ذاك الالماني كيلعب ميليو تانا رقيق وطويل، رقيق وطويل، كويري 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 ذاك الدنيا يا صاحبي. راه ماشي بالضروره اننا نجيبوا لاعبين كبار وغاب ونشد دريجان، الصغيرات يلا كبار. طالع يلا كان طالع في المان ما عرفت واش كان في دورتموند ولا ما عرفت فين كان، يلا طالع ولا ما عرفت في فرانكفورت ولا شي حاجه، كويري كويري داك الدري تبارك الله. راه هو اللي هزو شي راه جلس زياش وما بانش بلاصه زياش، لان هو كان هاز الفرقه، هذا الولد الالماني كان هاز الفرقه تبارك الله عليه. وراه دابا راه في المنتخب المانيا، هي راه راه لعب في لعب المنتخب في لاكوب المانيا. دوروب، راه شفناه في لاكوب دوروب المستوى باش كيلعب. هو اللي مارك هو اللي مارك البيت في الفينال. وي ها هو السيد عطانا سميتو السي امين، هات هافيرز هافيرز اسمه، هافيرز هو اللي مارك البيت في الفينال واه في كويري نهائي كويري الشامبيونز ليغ. كويري داك الدنيا. انا يعجبوني بحال هادوك بحال دوك النقيلات كيعجبوني هنا التونسون. هنا فوالا كنرجعوا للمدرب، راه كيفاش هو كيشوف، راه كاينين لاعبين اللي كيشوفوا من مدربين صالحين للفرقه، ويقدر واحد عدد كبير ديال الجماهير كيشوفوا بانهم راه ما عندهم ما يدير في الفرقه. وي هو كيبان ليه بان ذاك اللاعب كيشوف كيشم ان ذاك اللاعب عنده مستقبل، قادر انه يمشي مع وي الفلسفه ديالو الكرويه، قادر انه يطبق هذيك التعليمات ديالو كيقول على ارضيه الملعب. واحد المساله غنرجع ليها السي ناسك باش ما ننساهاش، ديال مرحبا. ديال بن حليم، وي ديال بن حليم. وي فبعد الضجه الاعلاميه اللي تارت دارت الحركه اللي دار بن حليم بعد التبديل ديالو في الماتش ديال السوالم، وي الجميع كان كينتظر رد قاسي من المدرب، انه غيستبعد لواحد الفتره معينه، غيتحال على اللجنه التدريبيه الى غير ذلك. فانا بعض الاشخاص اللي قراب من رجاء البيضاوي، فكانت جلسه ما بين بن حليم وما بين المدرب، وي تقريبا دامت المده ديالها ساعه ونص. وي هو يعني كان كيهضر مع اللاعب اشنو دار بيناتهم، ممكن اننا نستنتجوه من خلال الماتش الاخر ديال طنجه، راه تيبان اشنو دار بيناتهم. كنشوفوا ان بن حليم لعب الماتش الجاي ضد طنجه تيتولير، ومن اللي خرج شتي الطريقه باش خرج. خرج لاشق عليه ومشى عند المدرب ومشى كذا. هنا شنو كيبين لك؟ كيبين لك ان المدرب راه قادر انه يستبعد بن حالي ويقول لهم لا، ويبي هذه القضيه اللي كيدير دابا خليل لوزيتش في المنتخب، لا هذا ما باغيش يلعب، هذا تداعى الاصابه ما نجيبوش داك الشيء، وشكون الضحيه؟ هو المنتخب المغربي في نهايه المطاف. مالغري هذه اللعابه كيتالقوا، راه الضحيه هو المنتخب. راه نفس الشيء كان من الممكن انه وقع حتى الراجع، كان من الممكن انه هذا نتخاصم معاه نحيدو، هذا ما قال لي لا نحيدو نستبعدو، كيولي الضحيه هو الفريق. وي وي راه كيطبق المدرب، كيطبق ديك المقوله اللي كتقول، الوصيه اللي كتقول لا تكون لينا فتعصر، ولا تكون قويا فتكسر، او لا تكون صلبا فتكسر. يعني الطريقه ديال المرونه باش كيتعامل السيد، المرونه كتبين لك انه محترف من الدرجه العاليه. فواحد القضيه بغيت نشجنها زعما كلمه الحق، كنبغي ديما نقول كلمه الحق. شي دابا المكتب المثير الحالي رغم اني كننتقدو وكنعينهم وكذا، ولكن عندهم واحد الايجابيه، هو انه ما كيدخلوش المسائل التقنيه، تيخليو المدرب. يعني كون كان شي مكتب اخر فيه العياقات
اش غادي يخرج؟ غادي يخرج وغادي يبداو هادي كذا سميتو، وحنا ما نتقبلوش هاد الشيء، وغيبينوا للجمهور راه حنا كنحكموا زعما. سميتو بن حليم ما عندوش حق يدير هاد الشيء، وهذا كيهين الفرقه، وحنا غنديروا، وحنا غنستدعيوه مجلس التدريبي. لا، خلاو المسائل بينه وبين المدرب وبين اللاعب، واستطاعوا يحلوا المشكل. وبن حليم كيف ما كان الحال، واخا ما رضيناش على الاداء ديالو بزاف، ولكن المهم راه تحل المشكل ودخل وعطى وماركه، واستطاع يكون هذاك هو الهدف ديال الانتصار. فهنا تيبان لك انه هذا عمل مزيان من المكتب كنسجلوا لهم. تفضل خويا. متفق مع سيناتك. سي شابي مدرب ديال الرجاء فكيتعامل مع اللاعبين ديالو كانه الاب وهما ابناء، ما عندش الحق شي واحد من برا انه يجي يوريك كيفاش تربي ولادك. برافو عليه، برافو عليه. فوالا سي لا ميم شوز، هو شاد ليكيب، عارف الدراري ديالو. ولا لاحظتي ان بالرغم من 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 واحد العدد كبير ديال ديال يعني كان سوء سوء كان شي اختلافات مع بعض اللاعبين فيما سبق، وجميع المنابر الاعلاميه اللي كان كيخرج بها كان ما عمرو ضرب شي لاعب او لا قال لك هذا ما امتثلش او لا هذا لا. دائما كان كيشكر اللاعبين، دائما كان كيهز بهم يعني مورال مون، كيتهز بهم ديما تيقول لك انا عندي احسن تركيبه، عندي احسن دراري، الدراري كلهم تيلعبوا مزيان، انا عندي 25 لاعب، يعني ما كيبقاش حتى حق مارغري. كاينين لاعبين ما كيعتمدش عليهم لانهم يعني باقي ما واصلينش ذاك المستوى ديال الاستحقاقات الكبرى والماتشات الكبار وداك الشيء، ولكن لا يبخس حق اي لاعب كيشجع كل شيء، كيقول لك انا عندي 25 لاعب في نفس المستوى قادر انني نعتمد حتى مورالمون تيهز المعنويات ديال اللاعب اللي ما تيلعبوش. وي وي بصح تماما. اللاعب اللي ما كيشاركوش يعني كيحس انه راه جاهز وفي اي لحظه يقدر يعتمد عليه، اي لحظه يقدر يلعب. وي هنا كاين مدرب، راه كاين مدربين اخرين في بلاصه شابي غايقول لك لا، وانا اول خرجه اول هزيمه غينهزم ولا اول تعادل غايقول لك لا، وانا المكتب هو اللي ما جابش ليا اللاعبين، وانا هاد اللاعبين راه ما عمرو هضر على الانتدابات، ما عمرو على اللاعبين، ما عمرو قال علاش ما جابوش ليا هذا ولا خاصني هذا، ولا عندنا ضعف في هاد الجهه، ولا نورمالمون كنا كنتمناو انه يكون شي لاعب في هاد الجهه نهائيا. كيخدم بلي مويان. انا قلت لك كما قلتي انت وانا متفق معك 100% نفس الطريقه ديال التعامل ديال غاريدو. غاريدو كيخدم بلي مويان دو بوغ وسميتو، وكيخدم اللعابه، تيخدم اللعابه، تيخدم، تيبان لك اللعاب كيتطور. راك عندنا ميليو تيران، راك عندنا قد الحال، ولكن كيبان لك الميليو كيديفلوبي لو جو، تيبان لك كاين واحد التطور في الفرقه. واو سميتو عطينا دابا الفرق، عطينا دابا واحد المثال توماس توخيل، ورانا جينا مثلا نعطيو مثال اخر، مثلا انشيلوتي. انشيلوتي لمده 8 سنوات في التاريخ ديالو الرياضي، في التاريخ ديالو كمدرب، كان كيتوفر في 8 مواسم كان كيتوفر على احسن تشكيله في العالم. وي تنقول لك على مدار السنوات اللي درب هوايا، في 8 مواسم كانت التشكيله اللي كيملك انشيلوتي كانت هي احسن تشكيله في العالم. فاز بثلاثة الألقاب فقط مع هاد الفرق اللي كانوا يعدون أحسن تشكيلة عنده. هنا راه ماشي أنك تجيب لي لاعبين كبار، راه بإمكاننا نجيبوا 12 لاعب فالاب في الفرق. الله يرحمي والدي. ولكن إذا كان المدرب ناقص أو لا مدكيش أو لا ما كيعرفش يتصرف ويتعامل مع اللاعبين، فقدر أنه خرج زيرو لقب. الله يرحمي والدي. وسي رحمون راك فهمتيني مزيان، ما عندي ما نقول عليك، برافو عليك، راه هذا هو التحليل السليم، راه هو هذا واللي خصو يفهمو نورمالمون اي واحد اللي هو باغي خير لفرقته. راه المدرب هو لو باترون ابور، هو اللي يقدر يبني لك حيت الهدف اشنو هو؟ الهدف هو الالقاب. الالقاب باش كيجيو؟ الالقاب ما كيجيوش بلاعبين، كيجيو بفريق. باش تبني الفريق وتبني اللحمه ديال الفريق راه كيخصك واحد الرجل تقني اللي هو كيكون وراء هاد البناء. هذاك الرجل التقني الا ما كانش في المستوى، لانه هو لا باز، الا ما كانش في المستوى راه ما عمرك تكسب هذاك الفريق. هذا هو اللي باي ميساج اللي خصو يوصل لاي واحد. تفضل خويا كمل. اروكن على العموم سي ناسيك، حنا كنتمناو ان الشاب يواصل الطريق ديالو، ويستاهل منا كل الدعم. انا كرجاوي اول الناس اللي كيدعم هذا المدرب هذا، بالرغم من الاشياء الكثيره اللي تقالت عليه، وحنا جينا كيربطوا المدرب بالماضي ديالو، مع ان الكثير من الجماهير ما عارفينش الماضي ديال الشابي. وي وي راه تيربطوا الماضي ديال المدرب بالالقاب اللي دا. وي كاينين مدربين في الخفاء اللي طلعوا فراقي من
تروازيام سيري، دوزيام سيري، كيطلعهم بريمير سيري، وكيرجع تاني يطلع فرق اخرى. ولكن وي حتى واحد ما كيعترف ليه بالعمل اللي وي كيدير. راه كاين مدرب اللي كيكون الهدف كيجي الفريق اللي مدقدق كامل، وكيكون لك فريق اخر وكيعطيه المدرب واحد اخر جاهز. خويا رحمون، راه كاين واحد المشكله زعما حنا عندنا كجماهير نرجاويه، فما كنفهمش انا هاد الجماهير شنو كيتسناو مثلا من المدرب. واحد القضيه دابا عندنا هاد المدرب هذا دج القاب ياك، دا كاس الكاف ودا الكاس اللي هو ديال الكاس محمد السادس، يعني كيف ما كان الحال واخا جا في مراحل متقدمه، ولكن المهم جيرا لي دو ماتش كي سون تري امبورطون، وجاب لنا هاد الكؤوس هادو. فلحد الان غادي في الطريق الصحيح كيحقق، ولكن مع ذلك كتحس بيه بانه هو في البون توش ملي كيدخل الكاميرا شاده فيه. اسمح لي سي ناسيك، اسمح لي سي ناسيك واحد المساله اللي قاطعتك عليها دابا، واحد الفكره بسيطه غادي نقولها. مرحبا. الوغ دويتي على الكؤوس اللي جا فيها في مراحل متقدمه، الا دوينا على كاس العرب وي نقدر نتفق معاك، ولكن الا دوينا على الكونفدراليه راه جا في دور المجموعات. وي 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 راه ملي كنهضروا على دور المجموعات راه ليس دور متقدم. هو على كل حال انه زعما لا دار واحد بانت البصمه ديالته، بانت بانه وسي با فاسيل اجيري. وناخذ ليه غير الماتش شي لابغيت نهضر انا على الشابي، نهضر ليه على لاكتيف ديالو، يعني شنو من المسائل الايجابيه اللي عنده. ندويها على الفينال ديال البطوله العربيه من اصعب البطوله. واحد القضيه، راه اتحاد جده راه هربان علينا في النيفو، باش كنقول اذا جينا ناخذ مقابله ديال الراجل لعبه في البطوله وديال اتحاد جده لعبه في البطوله ديال السعوديه، وشفنا هذا الماتش وهذا الماتش والاداء ديال الفرقه وهذه الفرقه، غادي يبان لك الريتم هربان علينا، راه غادي كيمشيو بواحد السرعه كبيره باش كيمشيو في لي كونتر. كيفاش كيماركي وكيفاش كيكومبيني وكيفاش كيلعبوا لي كولوار، كيفاش كيلعبوا في لاكس وكيدوزوها من الوسط، راه زعما فرقه كبيره وهربان علينا. ولكن كيفاش قراها وكيفاش وقف الفرقه بلي موين دو بور واستطاع انه يتغلب عليهم وفرض الايقاع ديالو عليهم، راه فرض الايقاع. انا واحد لقيتها ولينا حنا كنماركيو واتحاد جده كتعادل، اتحاد جده كتقلب على التعادل. وفوي اذا وليتي انت في موقف قوه، وليتي انت في الصفوف الاماميه قدام فريق كبير. وهذا الشيء علاش كنقول انا واحد النقطه، فما كنفهمش كتشوف الشاب ملي كيدخل في الماتش ديال البطوله دابا تيبان لك قدام الكاميرا كيبان لك السيد مأزم، تيبان لك السيد غضبان، كتبان على وجهه، تيبان بانه ما مرتاحش. علاش؟ هذيك راه صوره كيصيفطها للجماهير الرجاويه انني انا ما كنلقاش المعامله اللي كنستحق. راه ميساج كيبان لك المدرب مقندش، عارف، راه غضبان على رد الفعل الجماهير. فبحال هذاك كيخص الجماهير انها تصفق ليه وتشجعه وتقول لي حنا معاك وحنا كندعموك وميساجات ديال الدعم. فمع الاسف، مع الاسف اننا بعض المرات يعني ما كنعطيوش قيمه للمسائل اللي عندنا، وكنقلبوا على المسائل اللي هي ما عندناش. راه اللي عندنا راه خصنا نعرفوا القيمه ديالته، راه ما نعرفوا القيمه ديالته حتى غنفقدوه. فكنتمنى مساله سيناسيك. نعم مساله سيناسيك. وي ما خصناش نساو ان الرجاء فريق جماهير، يعني فريق كيعتمد على الجمهور ديالو بواحد الشكل كبير في الانتصارات والالقاب اللي كيحقق. وي الشابي راه شاف واحد الفتره اللي كانت الرجاء كتعيش فيها مرحله انتقاليه اضافه لغياب الجماهير، وقدر في هذه الفتره هذه، يعني ملي كيشوف اللاعب، حنا رجاوي معروف، اي لاعب رجاوي غتسولو عبر التاريخ تقول لك انا كنستمد القوه ديالي ولا واحد البورسنتاج كبير من القوه ديالي من الجمهور. صح راه جا وما كانش الجمهور. وي وقدر انه يخرج احسن ما كاين في هذا اللاعب. الله اكبر. وجات واحد الفتره اللي كانوا هاد اللعابه اللي هما مواصلينش ذاك المستوى اللي كيطمح ليهم الجمهور، كانوا كيضربوا ليه وكان كيقضي باش ما كانوا ما عمرو تشكى. وي وكيخرج تقول لك انا عندي لاعبين اللي يعوضوا هذا، انا عندي 25 لاعب، انا عندي كذا، يعني راه الطريقه باش راه كان قوي حتى في الطريقه باش كيهضر. بصح راه ماشي ساهل ان مدرب يخرج ويتشجع ويقول لك انا عندي 25. عرفتي ملي خرج قال انا عندي 25 لاعب، او لا ملي كان كيشكر اللاعبين وداك الشيء ديالو، راه هذا التصريح بوحدو راه ممكن انه يكلفه الكثير في حاله الاخفاق. كيكون غامض به. صح راه داير بداو الناس كينتقدوه ملي كان شي تعادل ضيعناه وكذا، بقاو كيسبوا فيه وكينتقدوه، كيقول لها فين هي 25 ديالك اللي قلتي؟ فين هي هذه؟ فين هي هذه؟ واحد القضيه يعني تحل بواحد الشجاعه. نعم لا تفضل خويا، تفضل خويا رحمون كمل. يعني قلت لك السي ناسيك هذا المدرب، يعني عندنا اضافه للذكاء ديالو مدرب شجاع، يعني في ماتشات
اللي ما كناش كنظنوا بان الرجاء ممكن تفرض اللعب وي. او لا هي الدوميني اللعب وي. فاذا بها كنتفاجئوا. انا بعدا شخصيا تفاجئت في الفينالات بجوج، سواء في كاس في كاس كونفدراليه او لا في الفينال ديال كاس العرب وي، بجوجهم السيناريوهات ما توقعتهمش. بغيت اخويا اذا سمحتي نستغل هذه الاوكازيون هذه مادام جبتي انه كيقول لك ان قلتي بان الشاب قاد الفريق في غياب الجماهير والدعم الجماهيري، فغير الخبر اللي سمعت انه ربما جات وصلوا بشي رساله من عند الجامعه كتخبرها بانها بامكانها ابتداء من 6 اكتوبر يمكن لها انها تعتمد الدخول ديال الجماهير في حدود 27 الف متفرج. هذا خبر خبر جديد ومفرح جدا، انا ما سمعتوش حيت ليه، لانه اكيد اننا غنشوفوا رجاء اخرى مع الحضور الجماهيري. فكنتمنى انه يعني انه يعني يكون تدبير هادشي غيشجع حتى اللاعبين السناسي، غيشجع حتى اللاعبين انهم يقدموا احسن مستويات في انتظار انهم يتسناو هذيك الهتافات ديال الجماهير من اللي غتدخل باش تعطيهم التحيه للاداء اللي داروا سابقا. عرفتي هذه القضيه هذه؟ عرفتي ما غيبغيش الوقت اللي يدخل الجمهور يعايروا ولا يقول علاش درتي وعلاش، غيبغي انه يشجعوا على ديك الفتره السابقه. راه كاع الجماهير مالغري هذا الشيء اللي كتسمع في الشارع والناس كيهضروا عليهم وداك الشيء، ولكن الا سمعها في التيران راه كيحس بواحد احساس اخر يعني. عرفتي هذه النقطه تاع الجمهور، عرفتي هذه النقطه تاع الجمهور اخويا رحمون، والله العظيم الا كنتفكر كنتفكر واحد اللاعب سميتو مالونغو. مالونغو بقى فيا في واحد القضيه انه ما ساعفوش الحظ انه يلعب بزاف امام الجماهير، لان لاعب كبير داز في الرجاء شحال لعب، لعب تقريبا واحد شهرين كاع اللي لعب فاش كان ديك الريمونتادا من وراها بواحد وقت قصير عنه على سميتو عنه على على, على سميتو عن الجماهير ما تبقاش تدخل، فهمتي يعني انه ولا كيلعب امام مدرجات فارغه وجاب واحد الرغبه كبيره هو للرجاء، ومن بين الحوايج اللي حمسات ورا قالها هو الجماهير الحضور الجماهيري ديال اذا كان باغي يلعب مسكين ويفرح مع الرجاويين مع الجماهير وكذا، ولكن ما كتبش ليه. كنت مع الاسف هذا الشيء اللي عطى الله يعني انه الناس اللي كيسيروا ما لقاوش شي حل اخرين اللي يبيعوا اللاعبين فلطوا لنا في هذا اللاعب الكبير. فكنتمنى الله انه يعوض الرجاء احسن منه، او انه يرجع ان شاء الله تجي الظروف وتساعد انه يرجع للرجاء ويلعب ان شاء الله ويفرح امام الجماهير، لانه يستاهل كل الخير هذاك اللاعب. هذا هو اللي كاين. لاعب كبير وبين الحلول كاب ديالو حتى في الشارقه الاماراتي الى شتي دابا راه التنافس ما بينه وما بين رحيم وي، كل واحد كيلعب في فريق يعني كل واحد فيهم هاز الفريق ديالو على كتافه وكذا، يعني كتحس الرجاء اللعاب اللي كيمشوا منها واللي كيكونوا مثلا دي جوار اللي فالابل راه ما كيمشوش باش انهم يديروا الفلوس ولا راه كيمشوا. شو الرحيمي دابا راه كيدير واحد الحركه اللي دائما في كيدير ديك السلام بحال هكا تعظيم سلام، يعني دائما تحيه هو قال لهم، قال لهم انا هذه تحيه للجماهير الرجاويه لهذا الفريق الام ديالي. الناس كتمشي المارونغو مشى من الرجا وكتحس به لعاب رجاوي، كتحس به تكون في المدرسه وي وي والحمد لله. الرجا عند هذا الحال حداد اش قال لهم مؤخرا، قال لهم انا رجعت لانه وليت كنحس بان هذا الفريق عائلتي عائلتي، يعني بين اللاعبين وبين المدرب وبين راه كيتخلق واحد الجو عادي وي الجو اللي ما كتسخاش به. واش واحد القضيه رحمون رحمون كاين واحد القضيه اخرى انا بعض المرات ما كنديوهاش فيها، راه اللاعب وبالاخص اللاعب اللي كيكون احترف وداق الفلوس، هذاك اللاعب ملي كيرجع وكيجي يلعب في المغرب وكذا رغم انه بامكانه يبقى مع ديك الفرقه اللي معاه كيجي، راه ماشي غير هو، راه كيكون قرار حتى المدام، حتى المدام ديالو راه كتلعب دور، راه المدام ديالو حتى هي كتكون بنت الناس ماشي طماعه ماشي مقابله الحبوب، لان المراه راه كتلعب دور كبير في القرار تاع الراجل وديال اللاعب بصفه خاصه. دونك حتى هي ما كرهاش هي تبقى عايشه في البحبوحه ديال الاحتراف والفلوس صحاح وكذا، وكتدخل واحد 500 ولا 600 مليون فهمتي ولا 400 مليون فهمتي، كتجي تحسب كتلقى في الاخر واحد عنده واحد مليار تقريبا كان كياخذ في العام، يعني ما تكرهاش وما كانش لي كادو تما والبريم طالعين وكل شيء والفلوس والفيلا وكذا. دونك هذيك السيده ملي كترضى انها تتبع القرار تاع راجلها وتجي ترجع معها للمغرب، معناها هذا هي بنت الناس ومربيه وقانوعه مربيه على القناعه، كتشوف السعاده ديال راجلها فين كاينه، راجلها بغي يرتاح بغي يلعب في الرجاء كتمشي معاه في الخط،
فتحية للأسرة ديال أحداد كما كنحيي أحداد. تفضل خويا، الله ختم يبارك الحال. ختم معنا خويا باش ما على العموم سي ناسيك، فأنا بالنسبة لي هذا الموضوع ديال المدرب والدور ديالو، نعم واش هو كيلعب دور أكثر من اللاعبين وشنو، فأنا هذه تنظن أنها واحد القسمة اللي ممكن المدرب، أنا بالنسبة لي كيلعب واحد 70% في الفريق، خاصه مثلا التشكيلة وي اللي قادرة أنها تطبق الفلسفة ديالو، بصح ولكن أنا المدرب